بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار الحقيقة له آثار عظيمة جدا جدا ونتائجه ناجحة وقوية وربنا عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الرزق والخير المطر ده دليل الرزق ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولكن القصه هنا ان رجلا جاء للامام علي بن ابي طالب وقال له يا امام كانت عندي مشاكل كثيره واستغفرت الله ولم تقضى حواجئي ولم تحل مشاكلي. فماذا قال له الامام؟ قال له احسن نيتك واطع ربك. اه هنا نقطه مهمه جدا الحقيقه. ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. والله سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب. ولكن ينبغي ان يكون الانسان وقفات مع نفسه مع الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا استجيب. شو بقى هنا يعني يعني الانسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى الاصل الدعاء مستجاب. ولكن شوف الايه بتقول فليستجيبوا لي مش فليطيعوني لا فليستجيبوا الجزاء من جنس العمل تستجيب لله عز وجل يستجيب دعائك فليستجيبوا استجيب فالانسان حقيقه لما يخلص نياته الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن ظلم الناس ويبتعد عن المعاصي الاصل انه الاستغفار سيحل له مشاكله وايضا رحمه ربنا اوسع من كلامي هذا ربما يكون عاصي ويستجيب الله عز وجل ويكون الاستغفار ناجعا له وسبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء ولكن الانسان يحسن نيته ويطيع الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي ثم يستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى فيفرج الله عز وجل له التفريج وحتى ان الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء ابليس لما طلب من ربنا عز وجل ان يمهله في العذاب للانتقام من ادم بعدما ايه؟ بعدما استحق اللعنه ورفض السجود لادم فاستجاب الله دعاءه وامهله الى يوم الدين فيحسن نيته ويطيع ربه يستجيب الله عز وجل دعاءه ويكون الاستغفار ناجعا ان شاء الله